السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل بمنه وجوده أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات. أسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه ومعاصيه، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، في سورة الفاتحة والتي نقرأها في كل ركعة من صلاتنا بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى نفسه وأثنى عليها ومجدها، وذلك بقوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم بيّن أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وذلك في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. بعد أن أثنى على نفسه عز وجل ووضح أنه هو المستحق للعبادة، جاء الدعاء الجامع والدعاء النافع، وهذا الدعاء هو أعظم دعاء وأنفعه وأجمعه، ولا بد للمسلم أن يستشعر أهمية هذا الدعاء وضرورته إلى هذا الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم. إذن بعد أن أثنيت على الله في سورة الفاتحة وأن مجدته ووضحت أنه هو المستحق للعبادة، أنت دعوت الله عز وجل بدعوة عظيمة هي أنفع الدعوات وأعظمها، وذلك أنك سألت ربك أن يهديك الصراط المستقيم. طيب، اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ جاءت الآية بعدها وضحت هذا الصراط المستقيم، وذلك في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة، سورة الفاتحة على وجازتها وقصرها، وهي 7 آيات بالإجماع، إلا أنها احتوت على مضامين ما في القرآن، لذلك تسمى بأم الكتاب، يعني جميع معاني القرآن يرجع إلى ما ذكر في سورة الفاتحة. إذن هذه الآية الأخيرة في سورة الفاتحة بيّنت أن أقسام الخلق وأقسام العباد على 3 أنواع، أقسام العباد وأقسام الخلق مقسمون على 3 أقسام، على 3 أنواع، قسمين أو قسمان منحرفان، ويأخذان بالعبد بعيداً عن الجادة وبعيداً عن الصواب وبعيداً عن الهدى إلى الضلال والانحراف، وقسم أنت تسأل ربك أن يسلك بك هذا الطريق وأن يسلك بك هذا القسم. طيب، ما هو القسمان الضالان والمنحرفان؟ القسم الأول قسم المغضوب عليهم. إذن في الفاتحة ذكر 3 أقسام أو 3 طرق. الطريق الأول طريق المغضوب عليهم، وهم الذين أوتوا علماً لكنهم لم يعملوا بهذا العلم. أتاهم الله علوم، أتاهم الله علم، لكنهم لم يعملوا بهذا العلم. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن الله ذم اليهود في أنهم عندهم الكتب وعندهم العلم لكنهم لم يتبعوا العلم العمل، فشبهوا بالحمار، شبهوا بالحمار صلى الله عليه وسلم يحمل أسفارا. طيب، إذن هذا قسم بعيد عن الصواب، بعيد عن الجادة، هذا القسم الأول، وهذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية طريقة من يعمل من دون علم، عنده تقرب، عنده أعمال، عنده أفعال يزاولها، لكنها منفصلة وليست مبنية على علم، ليست مبنية على هدى، ليست مبنية على اتباع. إذن هذان الطريقان أنت في كل ركعة تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبك هذين الطريقين، الطريق الأول طريق العلم بدون عمل وهو طريق المغضوب عليهم، والطريق الثاني طريق العمل من دون علم وهو طريق الضالين. طيب، إذا ما هو الطريق الذي يوصل إلى الله والذي يوصل إلى ما يرضي الله عز وجل والذي يوصل إلى جنته ودار كرامته؟ هو طريق المنعم عليهم. إذا طريق المنعم عليهم، جعلنا الله وإياكم منهم، هم المؤمنون العاملون بما علموا، هم المؤمنون العاملون بما علموا. إذا لا بد للعبد أن يجمع بين هذين الوصفين في كل عمل تفعله تتقرب به إلى ربك، لا بد أن تجمع بين هذين الوصفين: أولا العلم،
وثانيا العمل بهذا العلم. طيب إذا تخلف عن العبد أحد هذين الوصفين وقع في إحدى رذيلتين، إما أن يقع في طريق المغضوب عليهم وإما أن يقع في طريق الضالين، فلا بد أن تجمع بين هذين الأمرين. ولا يشترط أن يكون العلم غزيرا، بل الأمور التي لا بد لك منها ما لا يسعك جهله من الصلاة والصيام والزكاة، هذه الأمور لا بد أن تتعلمها. إذن فروض الدين وما يسع لك وما لا يسع لك جهله هذا لابد أن تتعلمه، ويجب عليك أن تتعلمه. ما يستقيم به دينك لابد أن تتعلمه. ثم بعد ذلك إذا أتقنت العلم الذي يستقيم به دينك، بعد ذلك إذا جاءتك فضيلة ومر عليك فضل وعمل صالح، ينبغي عليك أن تتبع هذا العلم بالعمل. إذن العبد يجمع بين هذين الوصفين، أن يكون عنده علم بما يفعل، العلم يضيء له الطريق وينير له الطريق، وأن يعمل بهذا العلم. أيها الأخوة في الله، عمل المسلم بعلمه هذا لا شك أنه دليل على بركة وعلى انتفاع بهذا العلم وأمارة التوفيق. لهذا بركة العلم أيها الأخوة في الله أن يظهر على العبد وأن ينتفع منه العبد، فيظهر على سلوكه ويظهر على أخلاقه ويظهر على تعبده. لهذا يقول حسن بصري رحمه الله، يقول: قد كان الرجل يسمع بالباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها. وقال أحمد رحمه الله الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، قال: ما كتبت حديثا إلا وعملت به، حتى مر علي أن النبي صلوات الله وسلامه عليه احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. وترى الدينار يوافق في وقتنا الحاضر تقريبا قرابة 800 ريال من الدينار من ذهب. إذن هذا من حرص رحمه الله، ما جاءته الفضيلة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا يعمل به. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: العلم أحد لذات الدنيا، فإذا عمل به صار للآخرة. إذن عود نفسك أيها الموفق أنك إذا عرفت فضيلة عبادة، عرفت فضيلة طاعة، احرص أنك تعملها. أيها الأخوة في الله، لا يخفى أيها الأخوة في الله أن من الفضائل ومن العبادات الجليلة والطاعات العظيمة أن الإنسان يتبع الفرائض بالنوافل، ولهذا شرع لنا أيها الأخوة في الله السنن الرواتب، وهي السنن المتعلقة بالفريضة، السنن المتعلقة والنوافل المتعلقة بالفريضة. شرع لنا أن نصليها في اليوم والليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما قال ذلك مسلم في صحيحه من حديث محبيبة رضي الله تعالى عنها، قال: من صلى لله 12 ركعة بني له بهن بيتا في الجنة. طيب هذا الحديث أخوة في الله في إسناده لطيفة يذكرها العلم، ذلك أربعة من رجال إسناد هذا الحديث كلهم يخبر عن نفسه أنه ما تركها منذ سمع هذه الفضيلة، ما ترك العمل بهذا الحديث منذ سمع فضل هذا الحديث، فضل هذا العمل. ذلك أن هذا الحديث أخرج عن طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبس بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليها. كل هؤلاء الأربعة في الحديث في الإسناد كلهم يخبر عن نفسه أنه ما تركها منذ سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. حتى أن عنبس بن أبي سفيان وهو الذي روى هذا الحديث عن أم حبيبة يقول عن نفسه أنه لما كان في مرض موته حدث بهذا الحديث، حديث من صلى 12 ركعة، وكان يتسار فيه، يعني كان في آخر حياته يبشر نفسه ويعني يذكر لنفسه عمل صالح يرجو أن ينال أجره عند الله أنه ما تركها منذ سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كم حبيبة لما روت هذا الحديث من صلى لله 12 ركعة وعند الله لهن بيتا في الجنة، قالت: ما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن كلنا عرفنا الفضيلة، فنرجو ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نعمل بها وأن نواصل على العمل حتى نموت. شوف انظر، عنبس بن أبي سفيان واصل على هذا العمل حتى مات وهو يعمل هذا العمل، ما تركه وما انقطع عنه. أيها الأخوة في الله، واختم بهذا: عمل الإنسان بما يعلم وعمل العبد بالمواعظ هذا لا شك أنه يزيده خيرية ويزيده ثباتا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا. إذن عود نفسك أنك ما أن تأتيك فضيلة، ما أن تسمع موعظة فيها حث على عمل صالح، فيها ترغيب على فضيلة أو تحذير بالرذيلة، إلا وتعمل بالفضيلة وتترك الرذيلة، وبهذا يبارك للعبد ويكون هذا الأمر زيادة خير له ويكون أشد تثبيت له. أسأل الله عز وجل مني وجوده أن يصلح قلوبنا وأعمالنا.
ونفقنا وإياكم عمل نافع عمل صالح ونثبتنا وإياكم على دينه ونتوفانا وهو راض عنا. أقول هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.